بدأت رياضة الجولف من 5 شهور، كنت أتابع الجولف من زمان لكن جتني الفرصة واستغليتها. المضحك في الموضوع أنه صحباتي كانوا يضحكون علي يقولون تلحقين الكوة، لكن نشوف من يضحك في النهاية لما أدخل المنتخب السعودي إن شاء الله. أكبر التحديات اللي واجهتها في هذا البرنامج إنه رياضة الجولف كل الناس مفكرين إنه هي رياضة للكبار بالسن والمتقاعدين، بس هي فعلياً لا. العمر أعتقد في هذه اللعبة ما يوقف أحد، أنا عمري 55 سنة لكن أطمح إني أكون في الفريق اللي حيكونه جولف السعودية إن شاء الله.